صحيفة ديلي ميل نشرت جزء من دراسة طبية بتحذر من تفاقم مشكلة الخصوبة والتراجع المتواصل في جودة السائل المنوي لدى الرجال، وقالت إن عدد الحيوانات المنوية المتحركة بتنخفض بنسبة 1.8% كل سنة، وإذا استمر التراجع بالشكل ده الوضع هيزداد سوء في أجيال قادمة. الدراسة بترجع الأسباب للتلوث البيئي والأكل غير الصحي، وفي نفس السياق أظهرت الدراسة في الولايات المتحدة إن جودة السائل المنوي لدى الرجال تراجعت في 5 مدن أمريكية من أصل 6 أجري فيها البحث الطبي، كما زادت فئة الرجال الأقل خصوبة من أقل من 9% إلى 11.6%. هذا الأمر يتزامن أيضا مع تأثر القدرة الجنسية، يعني كل ما يؤثر، طالما بقى في تلوث، طالما في أكل غلط، هيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية ويأثر على الأداء الجنسي، لأنه هيأثر على عمل الخصية توتالة. عمل الخصية توتالي يعني الخصية بتنتج حيوانات منوية، لكن بتفرز هرمون الذكورة، وده مسؤول عن الرغبة الجنسية، مهمة جدا. خلي بالكم إنه في حاجات كتيرة الناس بتعملها دلوقتي بتدمر القدرة الجنسية، بتدمر الابيليتي إن الرجل يكون رجل قادر ان هو يعمل علاقة جنسية جيدة. المخدرات من ضمن الحاجات الكارثية يا جماعة، الكارثية. وناس كتير على فكرة عندها اعتقاد ان المخدرات ده جزء من العلاقة الجنسية، يعني وده في الثقافة، مش الثقافة يعني الفكر اللي هو موجود في الشارع، في الشارع بس في الحتت اللي نقدر نقول عليها مش فاهمة قوي، ما عندهمش ثقافة، اللي هو خد سيجارة حشيش هتدعي لي، خد مش عارف ايه، ده حلو جدا، ده كارثة. يعني الحشيش مثلا بيؤثر على القدرة الجنسية. تم تقول لي ازاي ده؟ اللي بيشرب حشيش بيعتقد انه فضل فترة طويلة، لانه الحشيش بيأثر على قدرة التركيز على الزمن، ما يقدرش يعرف الزمن قد ايه. اللي شرب حشيش ممكن جدا يعتقد انه في علاقة جنسية بقاله 2-3 ساعات، لكن هو بالعكس هو ما عملش اساسا حاجة خالص. فالحشيش في الآخر يؤدي إلى ضعف انتصاب، يعني في الآخر المدمن للحشيش ممكن جدا يلاقي زوجته غير راضية عنه في الآخر. حاجة الخطيرة جدا الهيروين، طبعا الهيروين بيؤدي إلى ضعف جنسي مباشر مباشر، والكارثة في الهيروين إنه حتى المقلع عنه لا يعود لحالته الطبيعية مرة أخرى، ده في آخر الأبحاث. الكوكايين اللي بدأ للأسف يكون موجود في أوساط الناس الأغنياء في العالم، يعني اللي معهم فلوس يقول لك كوكايين، ده بيؤدي إلى ضعف جنسي خطير جدا، وبيؤدي كمان إلى هلاوس جنسية. حاجة تانية المهمة جدا الترامادول، الترامادول بيؤدي إلى ضعف جنسي، وبيبدأ الأول اللي بياخده يحس إنه كويس شوية، في الآخر ايه ده، بعد شوية صغيرين، بعد جرعة او 2 ممكن جدا يصل الى ضعف الجنسية. الخمور، عشان اقول القول الفصل فيها، الخمور لا تؤدي الى تحسن الحالة الجنسية، بالعكس تؤثر بالسلب على الحالة الجنسية، تضعف الرجل جنسيا والست كمان. بالاضافة لكده ان الخمور مع الوقت بتؤدي الى تليف كبدي وتأثر في الاعصاب الطرفية، ويحدث ضعف جنسي ايضا لا يمكن الرجوع منه. النهاردة احنا هنتكلم على أفكار الناس، احتياجات الناس، أسئلة الناس عن العلاجات وحلول الضعف الجنسي. الحقيقة النهاردة ضيفي واحد من الكبار في هذا المجال، يعني ضيف على درجة عالم، بيسعدني جدا لقائي معاه، لأنني بستقي منه معلومات علمية موثقة للغاية، وعلامات معلومات منضبطة. والنهاردة زي ما قلت لكم هنسمع صوتكم، نسمع صوت الناس مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم التعامل مع الضعف الجنسي والسكسولوجي، طبعا الاسم الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي. فرق كبير بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية. الدراسة تقول أن المواد الإباحية ستدمر عقلية الرجل الغربي. كتير منا بيفرح ان ابنه متختخ كده وبتاع، يكبر الولد وعنده مشكلة لا تظهر إلا بعد الزواج. بيقولوا أنه لا يمكن زراعة الدعامة داخل الجسم الكامل، وأن ده كلام ليس علم. لا يقاس طول العضو الذكري إلا أثناء الانتصاب. الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي
أستاذ جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي بكلية الطب، الحاصل على زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. ضيف العزيز أستاذنا الدكتور محمد عبد الشافي، نورتنا وشرفتنا وأهلا بيك في الدكتور. أهلا بحاجة دكتور أيمن. النهارده هنبدأ حوارنا بأسئلة من الناس، بس قبل ما نروح لأسئلة الناس، أكيد بيجي لك ناس بتاخد ترمادول، أكيد بيجي لك ناس بتسألك على الحشيش. يعني بعد ما اللي احنا قلنا دوت، أنا عايز أستقي أو أستمع إلى رؤيتك الشخصية لهذه الظاهرة أو لهذا الحدث الموجود للأسف بين شباب الناس بين الشباب. هو للأسف ظاهرة منتشرة بشكل مرعب، يعني أنا لم يصادفني مريض واحد جالي بيشتكي من سرعة قذف إلا وكان عدى على محطة الترامادول، لأنه بيجد فيها فعلا اللي هو عايزه وبيبقى مبسوط طبعا بالتهيؤات إن هو كده رجعت أموره كما كانت، ولا يدرك خطورة إن هو لو أدمن هذه المادة هيتدمر كل حاجة فيه، يعني لا هيبقى عنده انصاب ولا هيبقى عنده قذف ولا هيبقى عنده أي حاجة، حياته ستدمر بالكامل صحيا. وبالتالي احنا لابد ان احنا بشكر حضرتك في الحلقة دي ان احنا بدأنا هذه البداية ننبه الناس لخطورة هذه العقاقير، لانها بتديله احساس ووهم كاذب ان هو بقى سليم 100%، لكن هو في الحقيقة لا. ما نقدرش ان احنا نقول للناس انت لو خدت ترامادول وكذا ممكن تصلح، لا، ما انت هتصلح وقتيا لكن هتدمر مع الوقت في كل أجهزة الجسم. خلينا النهاردة نستمع للناس، كل الحلقة النهاردة كلام الناس مش كلامنا. فأول تجربة هنسمعها على الفيسبوك، يا كلها أسئلة على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا جاي لنا وعلى يعني صفحات الدكتور محمد عبد الشافي نفسه. أول مشكلة بيقول هو عنده مشكلة خاف الصرح بأحد، بيلاحظ أو بيعتقد أن عضو ذكري غير يعني في حجم طبيعي قصير جدا، خايف يتجوز وبيقول كده ومش عارف يعمل إيه، هل يوجد عمليات للتطويل؟ إذن هذا السؤال مركب. تمام. هو سؤال يعني يعتبر هوس لكل الرجال بأمانة يعني. لكن الحقيقة وانضباط هذا الشكوى وهذه الشكوى فيما يلي: أي حد يشعر إن هو حجم العضو التناسلي عنده أصغر من الطبيعي، الحكم مش شخصي، مش هو اللي يحكم، لابد أن يتوجه إلى أقرب مختص، لأن بنلاحظ إن أكثر من 85% من دولت أعضاء الذكرية عندهم مش هقول طبيعي، ده فوق الطبيعي، وهو مهيأ له إن ده الطول ده مش طبيعي. وعشان الناس تعرف إيه هو الطول الطبيعي لازم في نقطتين مهمين. النقطة الأولى أن يقاس الطول أثناء الانتصاب وليس أثناء الارتخاء. الحاجة الثانية أن يعرف أن الطول لو قل عن 7 سنتي فده كده يبقى اسمه قصر، كل ما زاد عن 7 سنتي أثناء قوة الانتصاب هو طول طبيعي. أنا بيجي لي أشخاص 18 و20 سنتي ويقول لي أنا حاسس أن العضو قصير، فطبعا ده كلام من واقع الأفلام اللي بيشوفوها، كلام مش مظبوط. ده الجزء الأول من السؤال اللي هو الطول ويعمل إيه. الجزء الثاني، طب هل في عمليات للتطويل؟ الإجابة نعم، في عمليات للتطويل، لكن لابد أن يعلم المريض قبل أن يقدم عليها أنها لا تجرى. يعني للمريض اللي هو الطول عنده أقل من 7 سنتي فعلا ما جيش على واحد مثلا يقول لي أنا 10 أو 12 و11 وأنا شايف أن أنا كده عايز أطول، لازم نقول له احنا موافقينك بس بشرط تقبل الثلاث عيوب اللي هم بتوع الإطالة. ايه هم؟ الاول انك ممكن تفقد الانتصاب لو عندك، لو قبل احنا موافقين. الحاجة التانية انك ممكن تفقد الزاوية اللي بتثبت العضو في عظمة الحوض اللي بتخلي العضو اثناء الممارسة بيبقى ثابت، لكن لما بيفقد هذه الزاوية العضو بيبقى متحرك زي المرجح، يضغط لقدام يرجع لورا، فملوش اي ثقل مهما كان طوله، ملوش اي قوة. لو قبل احنا موافقين. الحاجة التالتة ان ممكن يحدث عكس اللي هو عايزه، هو عايز يعمل اطالة، لو حصل تليف بسيط بعد ما نفك الرباط المعلق العضو يقصر اكتر من الاول. يبقى مثلا هي عملية مالهاش بالظبط كده، لكن احنا بنقيسها بنقول ان الكلام ده يجرى في اضيق الحدود، لان الاقل من 7 سنتي هو فعلا عاجز. فلما يجري هذه العملية وهو يعلم مخاطرها هو ما خسرش كتير. لكن لما بقى انا سليم وأقدم على عملية قد تفقدني كل ما أملك، فأنا كده بجازف مجازفة غير محسوبة. أنا بتكلم على عملية اللي اسمها فك الرباط المعلق للعضو الذكري، وده أهميته، واللي بيفكه بيحصل له إيه.
في برضو عملية تانية دي اللي احنا ممكن نشجع عليها او يعني ما نقولش ان فيها مخاطر، زي الناس اللي بقى عندهم سمنة زايدة وعنده كثافة من الدهون في منطقة العانة بتخبي تقريبا تلتين العضو الذكري او كله احيانا. ده يعني لو عمل عمليات شفط الدهون من هذا المكان مفيش منها اي مخاطر ولا منها اي مشاكل بالنسبة له، لانها ما بنلعبش اساسا في الرباط المعلق، كل اللي بنعمله ان احنا بنكشف الجزء المستتر وراء هذه الدهون اللي هو بنسميه العضو الخفي. فده بالنسبة له مفيش اي مشكلة اطلاقا في ان هو يعمل مثل هذه العمليات. ده بالنسبة للهوس ازاي المريض يتعامل، وانا لما اروح لطبيب لابد ان انا كطبيب للامانه اشرح له مخاطر كل حاجه عشان لو عايز يخدم عليها هو حر. احنا قلنا مثلا المخاطره دي تخليني اقول اقل من 7 سم، اللي يجي اكتر من كده وعايز يعمل العمليه ديت لابد ان يعلم بهذه المخاطر، ولو قبلها هو حر بقى يتحمل اللي يجرى له بقى زي ما بيقولوا. فانا لا 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 لا, لا اشجع على عمليات اطاله اطلاقا بمثل هذا الغرض. برضو من الحاجات الشائعه جدا في عمليات الاطاله بيطلع كل يوم على النت ويمكن على صفحاتنا بيغزوا صفحاتنا ويقول لك كريم ما اعرفش الصحراء كريم ما اعرفش ايه، مفيش على الاطلاق لا كريم ولا عشب ولا دواء بيعمل اطاله. واللي يقول الكلام ده كذاب، لان الحاجات دي بتشتغل بطريقه غير مباشره عن طريق يبقى فيها ادويه زي الفياجرا مثلا بتزود ضخ الدم فبتدي احساس كاذب للمريض ان العضو طول، يبطل الدواء ترجع الامور كما كانت. فده كله كلام نصب واحتيال ملوش اي اساس من العلم. السؤال الثاني سؤال برضو بيحصل للأسف كتير الأيام دي. شاب بعت رسالة بيقول فيها أنه متزوج حديثا ولم يستطيع إكمال العملية الجنسية حتى الآن، وبرضو كلمة إكمال العملية الجنسية دي مش موضحة، هل هو ما حصلش انتصاب، هل هو عن سرعة قذف كبيرة، فهنشوف الاحتمالات. وبيقول أن زوجته ما زالت بكر طبعا، فما العمل؟ القصة دي محتاجة تفسير. تمام. هو طبعا زي ما سعادتك تفضلت، هو إكمال العملية كلمة عنوان كبير، ممكن يكون مشكلته في أحد ثلاث أشياء، يا إما أن الرغبة عنده ضعيفة فمحتاج حاجة تقوي الرغبة عشان يبدأ عملية ويكملها حتى النهاية، أو يكون الانتصاب عنده ضعيف فمحتاج أن حاجة نساعده أنه هو يبقى الانتصاب قوي بحيث يتم العملية، أو يكون عنده سرعة قذف ما بيلحقش أن يتم العملية للآخر. لو بدأنا بمحطة محطة بالنسبة له نقول مثلا الرغبة، ببساطة جديدة لابد أن يتوجه للمختص عشان يشوف نسبة هرمون الذكورة المسؤول عن الرغبة أو بنسميه مطلق الشرارة، وممكن علاجه يكون في منتهى البساطة بقرص من رأس اللي هي بتزود نسبة هرمون الذكورة وتتحل مشكلته. لو كان المشكلة في ضعف الانتصاب فلابد أن نقف عند هذه المحطة وندور على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك ونعالجها بكل طرق العلاج المطروحة. لو كانت المشكلة في سرعة القذف هو في برضو يعتبر لها علاج وكل حاجة، لكن لابد أن احنا برضو نبحث بمنتهى الدقة، لأن سرعة القذف من التحديات الموجودة في الطب حتى اليوم. النقطة الأهم بقى أن بيبقى المتزوج حديثاً عشان بالنسبة له موضوع الزواج هو حاجة جديدة مش عارف يعمل ايه، اصحابه بيربكوه خد الحبة الفلانية، لا ده انا نسيت اخدها اصل ما اعرفش. الحالة اللي بيبقى فيها المتزوج حديثا دي لازم بيحصل معاه حاجات زي دي، وخصوصا سرعة القذف. فاللي بيحصل له سرعة قذف بعد الزواج ما يقلقش، ده حاجة طبيعية. لما اكون انا مثلا مشتاق لأكلة معينة وبقالي فترة بصدق تقعد الأكلة قدامي خلاص ما بقدرش أمسك نفسي، ده اللي بيحصل بالظبط. مع الوقت هيبدأ يتعود، هتبدأ الأمور تنتظم بشكل طبيعي. فلا ننصح المتزوجين حديثا أنهم يتوجهوا للأطباء مباشرة، عدي يا سيدي أول شهر وبعد كده يبقى أعمل اللي أنت عايزه، تبقاش متسرع عشان ما تاخدش حكم خاطئ. يعني يجي بقى لحضرتك المشكلة العلمية الخطيرة اللي جاية في الحالة اللي جاية دي. شاب عمره 36 سنة بيقول إنه هو بيعاني من سرعة قذف منذ الزواج، وبيقول إنه زوجته طلبت الطلاق أكتر من مرة، وبيقول جملة برضو إنه جرب كل شيء ومفيش فايدة. هنا السؤال عن سرعة القذف، وبرضو نلاحظ إنه كلمة جرب كل شيء دي كلمة خطيرة جدا، لأن ممكن جرب كل شيء ما يكونش تمنها يعني صفر، ممكن يكون تمنها سلبي، ما هو صفر يعني ما فيش لا استفاد ولا ما ولا اضر. تمام. لا جرب كل شيء ممكن يدفع ثمن غالي، يدفع ثمن بقى قدره انتصاب تضعف. تمام. هو للامانه عشان نكون صراحه لمرضى سرعه القذف احنا بنقول لهم احنا اللي عاجزين عن ايجاد حل لكم. واحنا المقصود الطب بصفه عامه مش كاشخاص، لان سرعه القذف ما زالت تحدي كبير في الطب.
النهاردة الجمعية الدولية لأمراض الذكورة بتقول إن الأدوية الموجودة حاليا لعلاج سرعة القذف اللي تندرج تحت عنوان مضادات الاكتئاب أو الكريمات الموضعية بيقولوا عليها أنها تأثيرها ضعيف ولكنها آمنة. يعني أنا بيهمني في أي دواء أو أي وسيلة علاج أن يتوفر فيها شرطين: الشرط الأول أن تكون فعالة في معالجة المرض، الشرط الثاني أن تكون آمنة بالشكل الكافي اللي أقدر أخذها دون أي أضرار. فأي وسيلة يتخلف فيها أحد الشرطين ما تنفعش أن أنا أقرها كوسيلة علاج. طيب الأدوية المنشطة اللي احنا قلناها مضادات الاكتئاب أو الكريمات الموضعية المخدرات الموضعية يعني مؤثرة لكن تأثيرها مش قوي، ما بيحلش للمريض مشكلته لكنها آمنة. طب نيجي للجراحات التي طرأت حديثا وليس منها بقى دلتا وسيتا والكلام الفاضل اللي كان بيتقال قبل كده، اللي هي المقصود بيها اللي هي إما كي العصب المسؤول عن الإحساس بالتبريد أو قطع جزء من أفرعه بالجراحة. الجراحات دي رغم أنها مؤثرة وفعالة فعلا لكنها غير آمنة، لأن أنا ممكن تؤدي إلى فقد الإحساس تماما بشكل دائم. طب ما أنا لو هوصل لهذه المرحلة أنا أحط كريمات موضعية مخدرات موضعية أفضل، أو هفقده فترة وهيرجع تاني، لكن forever دي كارثة ودي المشكلة. فإذا مريض سرعة القذف هو اللي حطتنا احنا في ورطة واحنا مش عارفين نحلله مشكلته، ولذلك بيلجأ بقى لما يسمى بحجر جهنم والعطار يقول له خد ما عرفش ايه والكلام ده كله والترامادول لان هو مش لاقي فينا الحل، هو بيلجأ للبدائل الغير طبية لان لقى الطب عاجز عندها. لكن نقدر نقول للناس بأمانة ان الحاجات البدائل دي ما هياش بدائل امنة لانها تضره على المدى البعيد وان كانت هتحلله مشكلة مؤقتة. لكن في حاجة تستحق البحث لابد ان احنا نشير اليها. الناس اتجهت مؤخرا لما نجحت الدعامات في علاج الضعف الجنسي، بدأت الناس تقول الله هو أنا مش مشكلتي في سرعة القذف إن بيحصل ارتخاء بعدها مباشرة، ده الناس اللي بتقول مش الدكاترة. نقول له أيوة، يقول لي طب مش الدعامة بتعمل انتصاب ثابت بيبقى دايم حتى لو قذفت؟ أقول له أيوة، خلاص ركب لي الدعامة عشان علاج سرعة القذف. أقول له لأ، يقول لي الله طب ما أنت مش قادر تساعدني في مشكلة بالأدوية اللي بتدوها لي. أقول له الطب منع إن احنا نعمل حاجة زي كده، يقول لي على مسؤوليتي الشخصية. فبيحطونا في زنقة كبيرة جدا اسمها ان احنا نعمل حاجة الليجل لعلاج مشكلة هو نفسه كلامه منطقي جدا بالنسبة لنا واحنا مش لاقيين اي كلمة يقولها غلط، بس مش عارفين نعمل ايه. الموضوع ده لابد ان يثار في الاوساط البحث العلمي لإيجاد يعني تقنين لهذا الموضوع. المريض بنكتفه ومضيه على إقرارات الأولين والآخرين ويقول لك والله لو مضيتني على إقرار أنك هتقتلني بعد العملية وأمارس يوم واحد أنا موافق بشرط أن أنا أرفع راسي قدام زوجتي ولو مرة واحدة في العمر. هو القضية العلمية هنا أن اللي عنده سرعة قذف هو هل هو مصنف كضعيف جنسيا؟ مظبوط. يعني علميا مظبوط. اللي عنده سرعة قذف علميا هو يعاني من ضعف جنسي. مظبوط. لأنه ما هو الـ 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 القدره الجنسيه الجيده اللي هو انابيليتي ضعف جنسي انابيليتي تو بيرفورم سيكشوال اكت تو ساتيسفايد سيكشوال رياكشنز. صح الكلام؟ مظبوط. مش ده التعريف الصح اللي هو باللغه العربيه ان الرجل لا يستطيع اداء جنسي يرضي به الطرف الاخر. مظبوط. طب ما هو ده في سرعه القذف ده اكيد. فنقف قدام برضو حضرتك الطلب العلمي اللي حضرتك طلبته انه لازم الاوساط العلميه تتفق على انه ممكن يكون من ضمن علاجات سرعه القذف ان يكون في تركيب دعامه، بس هي لم تخلق او توجد كوسيله لعلاج لهذا الموضوع. لكن المريض نفسه من الباب الخلفي بيطرق ابوابنا ويقول لنا احنا مصرين على هذا الموضوع. ما ينفعش يقول لك مصرين، فلابد ان احنا ندور على حل. الحته دي بقى للمتخصصين. انا ما اقدرش افتي، انا بقول يعني كفكره ممكن الفكرة تبقى غلط، أنا ممكن أكون بقول الكلام مش صح. هي الفكرة على أساس علمي غلط 100%. لكن المريض نفسه مش قادر يلاقي حل لمشكلته وشايف فيها الحل. كأساس مجتمعي أو أساس حلي تمام. يعني بدل ما يلجأ للترامادول مثلا والحاجات التانية يقول لك دي على الأقل ما فيهاش إدمان. سؤال مهم عايز أسأله برضو، وسؤال هو طبي قوي، يعني سؤال لمريض عنده سيول الدم مش مقرر الراجل في سؤاله ايه نوع الحاله المرضيه اللي عنده في سيول الدم، هل هو نقص صفايح، هل هو نقص عامل تجلط يعني هيموفيليا ولا بربر، وبيسال هل الدعامه تصلح له ولا لا. خلينا نجمل السؤال، هل الدعامه تصلح لمرضى الدم؟
مرضى مشاكل الدم اللي عندهم بربرة او عندهم هيموفيليا. ممتاز. هو المريض ده يمكن يقصد ان سيوله الدم ممكن تكون كمرض عنده نقص زي ما سعادتك اتفضلت في الصفائح الدمويه او في عوامل النزف والتجلط أو بياخد يكون مريض قلب مثلا وعامل دعامات في القلب او صمامات صناعيه وبياخد مسيلات الدم زي الاسبرين والبلافكس وما شابه. فالمريض ده نقدر نقول ليه ولغيره انه لا يوجد اي مانع طبي لاجراء الدعامة زيها زي أي جراحة. فسيولة الدم مش مانع، لكن لابد أن احنا نجريها بشروط معينة. بمعنى المريض مثلا اللي عامل دعامات في القلب أو أي حاجة في القلب وطبيب القلب مديله أدوية زي الأسبرين والبلافكس ومسيلات، يعني نقول له وقفها لنا 5 أيام قبل الجراحة. فإذا سمح له طبيب القلب أنه هو يوقفها دون خطورة على العملية اللي أجراها في القلب يعمل دعامته عادي جدا. طب لنفرض طبيب القلب ما سمحش لينا بكده، بيبقى وقت مؤقت، يعني بيكون مثلا اول 6 شهور من الجراحه لا يسمح لخطوره توقيف هذه الادويه على القلب، لكن بعد 6 شهور يجريها عادي. طيب المريض اللي هو عنده سيوله في الدم بقى كمرض وليست النتيجه لادويه مسيله، بيجريها برضو ولكن بالاتفاق مع طبيب امراض الدم ان هو بيدي ادويه معينه عشان ترفع يعني تعادل سيوله الدم ولا يحدث نزيف اثناء الجراحه. يعني برضو ممكن يجريها، ما فيش عندنا اي مشكله اطلاقا حتى ولو كان عنده سيوله في الدم، مع طبيب القلب يقدر يظبط لنا نسبه السيوله بحيث تجرى الجراحه بامان دون حدوث نزيف. عظيم. عندي سؤالين مهمين برضو ما نسيبهمش. يعني عيان بيقول عمل الدعامه من شهرين ما حصلوش قصف. تمام. المشكله دي نادره الحدوث لكن لما بتحصل للمريض بتربكه بطريقه غير عاديه. لان كونها تحصل بعد جراحه دي بيخاف قوي يقول لك بس يبقى اكيد في مشكله في الجراحه ادت الى هذا الموضوع. وللاسف مما يزيد الطينة بلة ان اللي بيروج للافكار دي اطباء. يقعد يقول له بس راجع الدكتور بتاعك ده يمكن يكون قطع لك العصب. المريض طبعا ما ينامش الليل ويقعد يفرك ليل ونهار ولا يستريح الا اللي بعد ما يحصل له قصف. انا بقولها على الاطلاق، لا يوجد اي مشكله في جراحه الدعامات تؤدي الى حدوث تاخر القذف، وان العلم اتعمل العديد من الابحاث في هذا الموضوع وقالوا ان تاخر القذف بعد عمليات جراحيه في العضو الذكري وخاصه الدعامه بترجع الى سببين رئيسيين. السبب الاول تفاقم المرض المسبب للضعف الجنسي. يعني ايه؟ يعني واحد مريض سكر مثلا وكان مظبط سكره بعد العمليه شويه او قبل العمليه عشان يدخل يعمل العمليه، وبعد فتره نسي نفسه والسكر زاد قوي وفحصل حاجه اسمها التهاب في الاعصاب الطرفيه، من اعراضها ان يحدث حاجه اسمها قذف مرتجع او ما يحصلش قذف من اساسه. فده السكر السبب فيه، والمريض بقى بيتهاله ان ده حصل بعد عمليه، يبقى الدكتور قطع العصب اكيد ويعيش في الوهم ده بقى ويبقى في رعب. او قالوا ان السبب الثاني ان العامل النفسي، انا ببقى متوتر بعد عمليه الدعامه عايز اجرب حاجه دي مش عارف هتبقى كويسه ولا وحشه، لا اصل في الاول في وجع، لا اصل مدام مش عارف ايه، اصل ابصر ايه. التوتر والقلق اللي هو فيه ده طبعا بيخلي القذف يتاخر او ممكن يمنعه. لكن اللي عايز اكده للمريض ان القذف كعمليه بتتم كلها بادوات داخل منطقه الحوض وليس خارجه، وبالتالي لا يوجد اي علاقه بين الجراحه التي اجريت على العضو الذكري ان هي كلها خارج الحوض وبين عمليه القذف اطلاقا، عشان يطمئن ويركن ان دي ما لهاش علاقه خالص بموضوع العمليه. هي موضوع عمليه زي ما قلت لسعادتك كده انها سببين، يا اما تفاقم السبب المرضي او ان يكون مشكله نفسيه عنده. هذه الدعامات المرنه و او شبه الصلبه والبالونيه. السؤال الاخير المهم قوي بيقول انه عيان عمل عملية كيب دعامة وكان عنده مشاكل في الركبة، راح يعمل رنين، دكتور الأشعة قال له لا ما ينفعش طالما أنت عامل دعامة. بيقول كمان أن الدكتور الجراح مش بيرد عليه الحال. تمام. هي دي مشكلة فعلا، للأسف بعض الأطباء طلعوا مرة على الهواء وقالوا أن العامل دعامة ما يعملش جهاز، ما يعملش رنين مغناطيسي لأن جهاز الرنين هيسحب الدعامة. فطبعا الناس اترعبت واصبحت في شك من امرها وكل اللي عامل دعامه مربوك. وخصوصا بقى ان انت يعني استار وبتقول كلام، انت راجل مسؤول عن كلمتك. العلم اثبت ان جميع الابحاث التي اجريت على المرضى الذين اجروا دعامات في العالم كله بجميع انواعها القديمه والحديثه المتطوره وغير البالونيه والغير لم يحدث ان حاله واحده حصل فيها اي مضاعفات. ده بالنسبه لكلام العلم، وانا الكلام ده نشرته قبل كده مره على صفحتي. الحاجه الثانيه الاهم بقى ان تجارب المرضى اللي اجروا الدعامات نفسهم، الحمد لله انا ببقى على تواصل مع مرضايا طول العمر بعد العمليه،
فبيجي مثلا يسالني يا دكتور انا عندي ركبتي فيها كذا ورايح اعمل رنين مغناطيسي، الدكتور بيسالني اسم الدعامه ايه عشان هو عايز يعرف تناسب ولا لا، فبقول له اسم الدعامه كذا، ويدخل على النت طبعا يبحث ويشوف، فيقول له لا عادي. فكتير من الناس اللي هو يعني يؤمنوا بالعلم يدخلوا يدور، في ناس تقول لك لا لا انا خاف، او يفكرها عمليه دعامه زي مثلا تدبيس معده وفي دبابيس وبتاع، يفكر ان حاجه هتطير زي ما بيقولوا، خصوصا لما يسمع كلام حد كبير قال جمله زي دي سابقا. فباجي اكلم الدكتور اقول له يا دكتور على الاطلاق اي مريض عمل دعامه اعمل له وانت مطمن ولا تسال هذا السؤال اطلاقا. والكلام ده كان مش في دول عربيه، والله انا اتذكر كان المريض كان قاعد في امريكا، هو عربي قاعد في امريكا كان رايح يعمل رنين، وكلمني برضو قال لي حصل 1 2 3 4، والدكتور صار الناس طبعا دي تؤمن بالعلم بجد يعني. فدخل على النت وبعد كده دور، وبعد كده برضو ارتب في امره، فطلبت ان انا اكلمه مباشره وشرحت له الموضوع، فعمل زي ميتنج مصغر كده وعمل له الرنين واطمنت عليه بعدها، قال لي ولا اي حاجه حصلت اطلاقا، عشان الناس بس القلق اللي هي فيه بسبب القصه دي. قبل ما ننهي هذا الحوار الممتع عايز اسال حضرتك سؤال سريع واجابه سريعه، هل تلاحظ انه الناس ما زالت او بتروح تشتري منتجات من خلال قنوات مشبوهة، من خلال انترنت فيسبوك الحاجات دي لسه؟ للأسف للأسف، بس احنا الحمد لله بالتوعية اللي بنعملها وقناة حضرتك والبرنامج الجميل دوت بدأت الموضوع ده يقل، على الأقل المريض بدأ يسألنا، كان أول بروح يجيبها وغير مدرك، النهاردة بيسأل ويدقق ويعرف. فما أرجوكم ما تشتروش أي حاجة من خلال لا اعلانات على اي تلفزيون، اي قناه من قنوات الافلام، القنوات الغريبه اللي هي اساسا معظمها ما بيبثش بشكل ليجالي بشكل قانوني، واعتقد المجلس الاعلى للاعلام يعني واقف بقوه لهذه التجاوزات. ما تشتروش اي منتج على الفيسبوك خالص طبي بالذات، ممكن يعني حزام عجبكم مش عارف فستان، انت حرين الحاجات دي ما مش هقدر ماليش دعوه بيه، لكن انا بتكلم على المنتجات الطبيه، ما تشتريش منتجات طبيه من مواقع، ما تشتريش منتجات طبيه من تلفزيونات. هكرر الكلام ده كتير لانه هم بيطلعوا كتير، فلازم احنا نبذل مجهود كلنا بقى، في جهات تبذل مجهود عظيم جدا، نقابه الاطباء تبذل مجهود رائع، مجلس الاعلى للاعلام بيعمل اللي عليه، جهاز حمايه المستهلك ده جهاز عظيم جدا وبيعمل جهد كبير جدا، وزاره الصحه بتعمل مجهود على مستوى اشياء كثيره وكبيره جدا، احنا كمان لازم نعمل مجهود. المجهود هيتكرر، بس انتوا بقى تعملوا مجهود صغير خالص، لان طول ما النصاب بخير طول ما الطماع موجود، ما تبقاش طماع، ما تبقاش تقول الله ده حاطط كريم اهو كاتب عليه كريم احدث حاجه توصلنا اليها العلم، كريم قرن الخرتيت وكريم راس الفيل وكريم مش عارف ايه اللي بيعمل ايه، وبعدين تلاقي نفسك في الاخر رميت فلوسك في الاونطه وانضريت. الحاجات دي بتضر جدا جدا جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذنا الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي استاذ امراض الذكوره والضعف الجنسي بكليه الطب كان ضيفي في الدكتور، نورتنا دكتور محمد بيه وسعدنا بهذه الزياره. اشكرك الحقيقة حوار ممتع جدا، خليكم دايما فيه مع الدكتور.